جوج ديال البطارق اللي كاينين في الرباط بيناتهم من اجل من يستطيع اخماد لهيب الحراك الشعبي والتقرب الى الملك، وباش تمنع المواطن باش ينزلوا الطاكسي الا وقعت شي حاجه للمواطن، الا وقعت في ديك اللحظه للمواطن وقعت ليه شي حاجه، من يتحمل المسؤوليه؟ لهذا اقول لوزير الداخليه لفتيت، انت مجرد بيدق لست الا انت مجرد بيدق، وبغيتي تجر البلاد الى مستنقع من الدماء، وبغيتي تجر البلاد الى فوضى، وبغيتي تجر البلاد الى نهر من الدماء، تحملوا فيها مسؤوليتكم.